السلام عليكم صف خامس، هيا بنا نستمع ونضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الآن استمع جيدا إلى معلمتك. دبي إمارة متطورة. دبي إمارة متطورة من أشهر الأماكن السياحية في دبي برج العرب. من أشهر الأماكن السياحية في دبي برج العرب. يقع بيتي في منطقة البرشاء. يقع بيتي في منطقة البرشاء. 4. أنا أسبح في المسبح. أنا أسبح في المسبح. 5. حديقة الزهور من أشهر الحدائق في دبي. 5. حديقة الزهور من أشهر الحدائق في دبي. هيا الآن استمع إلى السؤال الثاني. Question number 2. Now you have to listen to the paragraph. After that you can answer the question. مرحبا، أنا محمد، أنا تلميذ في الصف الخامس في مدرسة جيمس فاوندرز، أعيش مع أسرتي في إمارة دبي، وهناك العديد من الأماكن المشهورة في دبي مثل برواز دبي والقرية العالمية ومعرض إكسبو، كما يوجد العديد من الحدائق الجميلة. كما يوجد أيضاً العديد من الحدائق الجميلة، ومن أشهر هذه الحدائق حديقة الزهور وحديقة زعبيل وحديقة البرشاء. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. Number one، من أشهر الأماكن السياحية في دبي القرية العالمية. Is this true or false? Number two. يعيش محمد في إمارة الشارقة. Three. محمد تلميذ في الصف السادس. Three. محمد تلميذ في الصف السادس. Is this true or false? Four. من أشهر الحدائق في دبي حديقة الزهور. من أشهر الحدائق في دبي حديقة الزهور. شكرا لكم صف خامس، مع السلامة.